الله أكبر ولله الحمد. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما لا إله إلا هو الحي القيوم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أولئك يدعون إلى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.